طلع البدر علينا مثل اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا، وأنمى بركاتك سرمدا، وأزكى تحياتك فضلا وعددا، على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطور التجليات الإحسانية ومهبط الأسرار الرحمانية، واسطة عقد النبيين ومقدم جيش المرسلين وقائد ركب الأنبياء المكرمين وأفضل الخلائق أجمعين، حامل لواء العز الأعلى ومالك أذمة المجد الأسنى، شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأول، وترجمان لسان القدم، ومنبع العلم والحلم والحكم، مظهر سر الجود الجزئي والكلي، وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي، روح جسد الكونين، وعين حياة الدارين، المتحقق بعلى رتب العبودية، المتخلق بأخلاق المقامات الاصطفائية، الخليل الأعظم والحبيب الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله. بن عبد المطلب وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرهم الغافلون.